بعد 35 سنة غياب رجع عازف الفيولين اللبناني الأرمني آرا ماليكيان حتى يعزف ببلده، وكانت أول محطة لإله مدينة جبال. لقينا آرا مش لأنه خلق بلبنان، لقينا آرا لأنه عازف بارع ونجح نجاح كتير كبير بإسبانيا وبأمريكا الجنوبية، ولها سبب يستحق يكون ببرنامج مهرجانات جبال. خلال المهرجان خبر آرا جمهوره قصة الفيولين تبعه، كيف بلش مسيرته وكيف كفى بعالم الموسيقى. جاي شوف صاحبي من أيام الطفولة وجاي نشوفه، صار لي 30 سنة مش شايفه. آرا ماليكيان one of the best violinist أنا شايفهم بحياتي، فوقت شفته إنه جاي على بيروت ما صدقت أول شيء، فما عرفت كيف قطعت التكت وجاي أحضره. كنا منتمنى يكون لنا مقابلة معه، بس جمهوره كان كبير والضغط كان أكبر. على كل الأحوال هو راجع على لبنان قريباً.